السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنوريكم ازاي تعملوا اللبنة اللي بنشتريها من الهايبرات والسوبر ماركت الكبيرة، وبتبقى غالية جدا، حدود حاجة ب30 جنيه. اللبنة اللي الناس بتحبها جدا، بنعملها بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة ومش مكلفة، مش هتكلفنا كتير. دي تقريبا 300 جرام، تقريبا دي بحاجة و30 جنيه، أو حاجة وعشرين، 28 لحاجة و30 جنيه، تمام. أي اللي يعرفها طبعا عارف ايه هي اللبنة، جميلة جدا طبعا وحلوة، بس مش مكلفة، يعني مش هتكلفكم كتير لما تعملوها في البيت، تمام. أول حاجة هنجيب أي نوع من الزبادي، أي نوع يعجبكم، أي نوع يعجبكم، تمام. بعد كده هنجيب اي اشارب من البيت، اي اشارب يكون قديم هنقطع منه حتة، هنقطع منه جزء، بأي مقص يكون نظيف بس، وهنقطع منه جزء على قد ال، بسم الله، وانا غسلها كويس، يعني انا غسلها قبل ما كمان ما اقطع، لازم اغسل كويس. شرب قديم مقطوع بس يكون شفاف، يعني يكون يقدر ايه، مش عايزين حته اكتر من كده، والمقص يكون مخصوص حتة تقريبا قد كده، مش عايزين اكتر منها. هنجيب السلك اللي هو السلك العادي بتاعنا ده، بنصفي فيه اي حاجة، العصير، البرتقال، بنصفي فيه اي حاجة، وبعد كده بنحطه كده جوه حلة، تمام. دي اول حاجة. هنجيب بقى العبوات دي، هنفتحها ونحطها هنا. هجيب معلقة ملح، وهنحطها هنا اهي، 4 علب، 5 علب، دي هنبيتها يومين في المياه لحد ما تصفي ميتها. بسم الله. دي زبادي عادي خالص من اي سوبر ماركت كبير، واحيانا بيبقى فيه عروض للزبادي، في اولاد رجب، في كارفور بيعمل عروض كل اسبوع، بيبقى تقريبا ال 12 ب 20 تقريبا، حاجه زي كده. معلش ايه كده، اي نوع حلو، مش هنختلف على الانواع. تاني كده، تمام. تقريبا الثلاثة دول هيملوا علبة زي دي، او 4، من 3 لـ 4 بيملوا علبة لبنة اللي هي، انا ما خدتش غير 4. تمام. بعد كده هجيب ملح وارش عليهم، برش الملح، مش هزود الملح. ازود كده اهي، بس يعني رشه، رشتين ملح بالكتير، يعني نص معلقه شاي ملح، ونرشها كويس، تمام. بعد كده ممكن اربطها كده، اربطها كده اهي، شايفين الميه، وناخدها نقعدها في ال،
ميكرو اهي كده، هي مع اليوم هتلاقيها فضت المية بتاعتها وبقت عبارة عن حتة جبنة، عبارة عن جبنة، هي اللبنة بالظبط. هي دي طريقة عمل اللبنة في البيت. انتوا شايفين طبعا المية بتنزل كمان يوم اتنين، مش هتلاقوه مش اكتر، يوم والتاني بس في التلاجة ممكن نحطها، لو في الشتاء ممكن نبيتها تاني يوم مش هيجرح، بره في الصيف بحطها في التلاجة لحد ما تصفي ميتها في المصفى في الحلة، المصفى وداخل حلة. تمام، المية هي اللي هتنزل مش الزبادي. دي طريقة عمل اللبنة في البيت. تمام، بعد كده بتحطوها في علب وبتتقدم بقى، تتاكل مع العيش، تتاكل ساندوتش يعني، تتاكل يعني في، انا ممكن بعلقها احيانا في بمسمار، يعني بدل ما اعمل كده بروح بعلقها بمسمار في اي في أكرة المطبخ، وببقى حاطة تحتيها ايه، حاطة تحتيها أكرة الباب الفوقاني بتاع المطبخ، الرف الفوقاني بتاع المطبخ، وبعدين بعد كده بحط تحتيها الحلة تنزل فيها المية وخلاص لمدة يوم، وتاني يوم لازم احطها في التلاجة سواء في الصيف او في الشتاء عشان ما تهمت متلمش عليها حشرات او تعفن. دي طريقة عمل اللبنة في البيت، اسهل طريقة ورخيصة جدا، يعني 4 كوبايات زبادي تقريبا مكملوش 7 جنيه، مكملوش 7 جنيه، 4 كوبايات، الكوباية 100 جرام، كوباية الزبادي 100 جرام، 105 جرام، يبقى انت كل 100 جرام هينزل منهم تقريبا 100 جرام مية، او 125 جرام مية، والباقي هيبقى 300 جرام اللي هي بتبقى في العبوات اللي زي دي. عايز تزود زود المقدار، بس خلينا في الاول في مقدار صغير عشان تكتجر، اي حد بيعمل حاجة بيعملها بمقدار صغير الاول، محدش يخش مرة واحدة بمقادير كبيرة. وإن شاء الله تعجبكم، وبالهنا والشفاء. جربوها ويا رب يعني تجربة سهلة وبسيطة ومفيهاش أي نوع من التكاليف. الزبادي ممكن قلنا نشتريه من